معكم مولف عبد الله، سائق مهني مدينة فاس. اليوم التنسيقية حضرت في الاجتماع اللي كان بعد الإضراب اللي استمر مدة 8 أيام، وحضروا التنسيقية كلهم في الاجتماع ديال مع السيد ولي الأمن والجهات الوصية على هذه القطاعات أكثر من ست ساعات، يعني بعد المحاض الطويل، يعني في النقاشات الحادة اللي دارت ما بين الناس المسؤولين والناس الممثلين ديال القطاع سيارة النقل بالصنفي ديالو الأول والثاني. في آخر مطاف يعني خرجوا بواحد المحضر الاجتماع. بالنسبة لمحضر الاجتماع كما بينت لك وكما شرحت لك، يعني ما بينش بأن الطاكسي الكبيرة ترجع للمحطات ديالها اللي كانت كتعمل فيها سابقا، وهذا المحضر هذا هو اللي خلى بان القاعده ترفض هذه الفكره هذه، لانها ما تنسحبش يعني من الاعتصام اللي راه كتخوضوا لمده 8 ايام حتى ترجع الكرون تاكسي ولا التاكسي الكبير، يعني ترجع للمكان ديالها اللي كانت ليه سابقا. استمرين يعني اضرام مفتوح واعتصام مفتوح حتى تحقيق المطالب ديالنا اللي كتمثل يعني في خروج الكرون تاكسي على المجال الحضاري. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.